اهلا وسهلا فيكم جميعا، رجعنا معكم لحلقه جديده من الوك ثرو لإلدن رينج. معكم جيمي، يلا نبدا. الحلقه الماضيه احنا خلصنا الفولكانو مانر كامله واخذنا الجريس الموجود عند رايكارد بص المنطقه، بس زي ما حكيت ما قتلناه، ما راح نقتله غير لما نخلص الكوستين اللي ضايلين. وكمان شغله اخذناها في الحلقه الماضيه كانت السيد بيت كيرس، حكيت لكم هاي بتبلش الكوست لاين تبع الدنج ايتر اللي هو الشخصيه اللي موجوده هون. فهلأ لو نحكي معه كونه معانا هاي الايتم، الكوست لاين تاعه راح يبدا، والكوست لاين تاعه ريليتد لوحده من النون تروفي ريليتد اندنج. احكي معه راح يعطيك مفتاح، هذا المفتاح بحكي لك استخدمه عشان تحرر جسمه فعليا. هاي صوره له، جسمه موجود في منطقه السويرز بالكابيتال سيتي. معانا بالبيرنج هلا صار معانا الجلوب وورد لحد 6، هي هاي اوريدي معانا اعتقد. الجريف 1 2 و3 هدول اللي واحدة من البيلز اللي اعطيناهم، هدول اوريدي معانا. السليفر والميت والشغلات هاي كلها برضو هلا اخذناها. فيعني كمان شغلة بدنا نعملها، بدنا نحكي مع جيديان. هلا راح يختلف الديالوج عنده، راح يصير يعرفك على الديمي جادز الأربعة اللي ضايلين، راح يحكي لك أي معلومة بتجيب لي إياها إنه وين موجودين، راح أعطيك عليها جائزة فعليا. فأول واحد إحنا لقيناه كان الموجيان فلف. تحكي له المعلومات اللي عندك، تاخذ كوك بوك، وعلى كل ما نلاقي واحد راح يعطينا كمان جائزة. اوكي، كمان شغلة ممكن نعملها، مش عارف اذا حكينا مع الحج اللي هون، انا ما معي ريمبرنس صح، شرحناهم كله مظبوط. مش متأكد اذا في دايلوج هون، ما في. الفينجرز يحكي معهم، اعطوك جيستشر هاد رابتشر. ايش في كمان ممكن نعمل؟ خلينا نشوف اذا بقدر اطور الهالبر تاعي كمان، كونه اخذنا ماتيريالز كويسه. لسه بدنا كمان تنتين. اوكي، هيك بنكون خلصنا. هلا بدنا نبلش في الالتس بلاتو رسميا. اصرف السولز اللي معاي ديفلوب 50، تمام. هلا راح اصير ارفع السترينث ل 50 برضو عشان نكون كواليتي بيلد 100%، بعدين ممكن ارفع الفيجر لوقتها بنشوف. شو غلط افضل الصندوق معاي 10 جولدن سيد. اوكي، هدول راح نستخدمهم هلا. بدي اطور الكروسبو كمان. اوكي منيح اللي انتبهت. وين الجريت شيلد اللي كان معي؟ ضبيته بالغلط، خليه معانا جاست ان كيس. انا عملت نستخدم السيد فلاسك ادي تشارج معي وحده معي تنتين. اوكي صار معانا 11 و2 هون 13، يعني هيك هذا الحكي يتضمن انه ضايل لنا بس كمان وحدة، فأربعة وخمسة تسعة، بدنا كمان 3 جولدن سيد، 4 جولدن سيد علشان نمكس الفلاسك اللي معانا، هم 14 أعتقد هون. طور الكروسبو شوي. قديش وصل؟ اوكي هو 9 عالي شوي بس اوكي بفيدنا. شيل 14 15، اوكي 19 fair enough.
هيك بنكون خلصنا الحفل اللي هون. من هون نيجي على الجريز تاعتنا اللي دائما عم نيجي عليها، دي 3 جريزنج هيل. بنبلش هون نمسح المنطقة على السريع، فيها نايت بوس، فيها ايفر جيل. حاول خلينا داي تايم مبدئيا، مورنينج، عشان نشوف اللوت، ولما نوصل عند النايت بوس بنحولها. ايش بدنا نعمل؟ بدنا نيجي على الرونز هون، بدنا نمشي باتجاه ال، لا مش هون، على الرونز هون تقريبا في جريس، بعدين باتجاه المصعد ننزل هون، بعدين في عنا ايفرجيل، بعدين نكمل طرينا هون، في عنا كامب، في عنا كامب هون تقريبا. يلا نبدا. احنا اوريدي اخذنا الجولدن سيد هاي، فلو ما اخذتها خذها من هون. الرونز هاي بدك تلف لها لفه طويله، بس ممكن نطلعها معابطه. لو نيجي هون مرة ثانية، راح قلت لكم معابطة، كلامي واضح. بالضبط، هاي المعابطة. إذا ما طلعت معابطة بدك تمشي هذا الطريق هيك وتطلع لهون. بس للمعلومات. على كل حال، هي الرونز هاي أصلاً ما فيها أي شيء، فلو ما عملناها عادي، حتى يمكن انا عاملها في حلقه قديمه، والله ما انا عارف، بدي اتاكد. بدي اشوف اذا قاتل البوس انا عاملها. لا مش عاملها. اوكي. خليهم كلهم يتجمعوا هون، في الشايني بول هاي. اوكي ناخذ اللوت. يعني ديمي هيومنز لوت تافه، حتى الشايني بول مش عم تعطي لاش فور العظيم يعني. اوكي هون تحت البوس فايت فعليا اللوت اللي هون خلصناه، خلص هم بس هدول الثلاث حبات مع الشايني بول. هون على البوس، حتى بعد البوس في تاليزمان، التاليزمان مش كتير قوية. فايت صعب، مسكينة ما لحقتش توقف. افتح الباب تاليزمان، انا شخصيا عمري ما راح استخدمها. ريتشوال سور تاليزمان، اصلا حتى ما بعرف شو بتعمل. شو بتعمل هاي بالله؟ ريزز اتاك باور وين اتش بي ات ماكسيمم. اوكي بتزيد دامجك لما يكون هيلثك فول. في جيم زي هاي كتير قليل يكون هيلثنا فول، فبالتالي هي مش بالمرة مش اشي كويس. anyway بنكمل على الماركر الثاني، شيل هاي. المفروض يكون في حبة لوت في طرينا هون عند العرباي. بالضبط نمشي على الحجر هذاك، في عندنا جريس. خذ الجريس. هلا احنا هذا المصعد استخدمته قبل هيك عشان نطلع على المنطقه، ففعليا هو ما في شيء جنبه. في جاينتس بدك تقتلهم جو اهيد. ما اخذتهاش. اوكي
زي ما قلت لكم ما في داعي تقتلها، ما راح يعطونا اي شيء. للي ما تبع معنا المصعد هذا في ميداليتين لازم تجمعهم عشان تطلع على اركس بلاتو، فهي واحدة من الطرق اللي بتوصل فيها هون. لو كنت بتعمل كويست رايا وطلعت من هون المفروض تلاقيها واقفة هون عم تستناك عشان توديك على البولكينو مانور. اوكي هلا هون اشوف اذا بنقدر نعمل دروب بدون ما نموت على الايفر جيل تحت. اوكي ما بنقدر. اوكي من هون طيب. هاي موتي. هلا بنروح بنعمله. المهم لو كملت على هذا الطريق دغري في عنا شايني بول. الشايني بول هاي مش مبينة، مش زي هذيك اللي تترك اثر وتضل تمشي، لا هاي مش مبينة اصلا. وعشان تعرف مكانها هي بتطلع غبرة، هي تقريبا موجودة هون. في حواليها انيميز، انت حتشوف غبرة على الارض بس ما راح تشوف تريل، يعني ما راح تترك اشي وراها، وبنفس الوقت مش من النوع اللي بيمشي. هي المفروض انها هون. هيا هون. تعطينا الاش فور. لا 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 ايش في ايش في شباب 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 شباب. يعني الجاي اعمله اخذ الشايني بول، انتوا ايش بدكم مني؟ سيبوني بحالي. فزي ما شفتوها هي كانت هون، كان في بس غبره طالعه فعليا، ما كان في لا تريل ولا في اي شيء ثاني. بدنا نروح على الكامب اللي موجود هون، هذا فيه حبه لوت واحده بس، باخذ اللوت واطلع. فيش في شيء ثاني. بدك تقتل الناس اللي جوا جو اهيد. ستون سورد كي. اوكي تمام، من هون بدنا نروح على الكامب، بعدين نروح على البرج. الكامب هذا هو عبارة عن ثلاثة كامبس مع بعض، هاي واحد هون واحد جنبه واحد تحت. اول واحد هون فيه البامكن هداد. اوكي وفيه فان داجرز. لما نفوت على اللي بعده اوكي فيه هذا اللوت وورمينغ ستون. هذا اللي على الباليستا بتلوهم، لانه لما ننزل تحت راح يصيروا يطخطخوا علينا انهم شاطرين يعني. اوكي تأكد في شيء ثاني هون، بتذكر واحد منهم كان في صندوق كانه مش هون تحت. المهم بنروح على الكامب اللي بعده، هون الصندوق عند الزلم اللي راكب على الحصان هون. اوكي ايش بدك انت؟ ايش بدك؟ موت لو سمحت. ظل حد حاب يموت. تمام الكامب هذا هاي الصندوق راح ناخذ منه سيف. لا ساكريفيشال تويج السيف في اللي بعده معناته. اوكي
نون تنزل لتحت، كان في كمان كم هو هناك. اول شيء عندنا هاي العرباي، ناخذ السيف هذا سترينج فوقهم، في عنا هذا اللود. انا مش قتلتكم ولا فيكم حدا ضل عايش. anyway بنروح على العرباية الثانية هاي، ناخذ تلزمن جريتشي تلزمن. اعتقد انه هيك خلصنا لوت الكامب كله، مش المفروض انه ضل اشي، بس خليني اتأكد. لفة اخيرة سريعة، اوكي تمام. من هون نمشي ساوث، راح نروح على ليفرجيل. انا ماشي صح؟ حاسس حالي ماشي غلط. لا صح، نمشي ساوث من هون. هون راح يكون عندنا ليفرجيل. ليفرجيل هذا بده ستون سورد كي. البوس اللي جوا عبارة عن تاني بوس قتلنا اللي هو جودفري. يعني ستيل حيكون دمجه عالي، ولكن بالمرة مش المفروض انه يغلب. اعطينا تلزمان، تلزمان هاي تعمل لك بوست لاي تشارج اتاك او اي تشارج سبيل. وهاي تلزمان ليجندري تلزمان، ومحتاجينها عشان التروفي تبعت ليجندري تلزمانز اللي هي جودفري ايكون. اوكي هيك احنا خلصنا المنطقه هاي مع الكامب اللي هون. هاي الجريس احنا اوريدي اخذناها، هاي الجريس بالضبط جنب الشايني بول اللي كانت مش مبينه، فاحنا اوريدي اخذناها. الكامب هون هاي المنطقه كلها دن، والرونز هاي دن. هلا من هون بدنا نيجي على الهاي واي جنكشن. في عنا نايت بوس هون نقتله قبل ما نكمل. نايت فول لو سمحت. هتلاقي على الطريق باتجاه المصعد هاي قدامنا. مالك يا رجل مالك؟ ما بغلبه. تمام من هون
شيل هاي. من هون بدنا نيجي اول اشي بدنا نيجي هون في عنا دنجن، بعدين بدنا نرجع رجوع نفوت هون، واخر اشي بدنا نعمله بدنا نيجي هون نحكي مع، بدنا نيجي هون. بعدين خلينا نروح نعمل الدنجن هلا، بدنا نمشي على الجهة الشمال من الدرج، بعدين حنروح على الجهة اليمين ليتر اون. هون فوق هاي كان في لوت مش متذكر شو هو احنا اخذناه، ممكن تبعد سير. هلا جنب الدرج بدنا نخلي الدرج على يميننا، امشي للاخر، حاول خليك على الشمال عشان الدبدوب الكبير ما نسحبه. دنجن سريع خفيف لطيف. هاي الدبدوب الكبير هناك انتبهوا منه، شل الاخر بس تشوف الوردة الكبيرة باب الدنجن وراها. بالضبط، خذ الجريس، جريست اذا بدك. هاي الدنجن كلها بيرفيومرز وورد. تعملوا خليك على اليمين، ثلاث ثلاث ثلاث. هون في بس يعني اغلب اللوت اللي هون عبارة عن كرافتنج ايتمز، كرافتنج ماتيريال. اوكي لوت لوت فاير فلايز. اوكي بعدين بدنا نيجي منفوت من هون، نفس الشيء راح يكون عندنا بيرفيومر ووردة. تعال هون اعمل دروب على البيرفيومر الوردة الكبيرة. اوكي خذ اللوت اللوت. هلا احنا طريقنا من هون هاي الشجره، لو ما عملناش بلانج نط وروح على يمينها في صندوقين. الصندوق الاول فيه بيرفيومر بوتل، الصندوق الثاني فيه جار شارد. كمل طريقنا هون. هلا هون برا في عنا ميني استيل اللي هو البوس اللي قتلناه من ثلاث اربع حلقات في الليك اوف روت. اذا كنت كاستر اقتله، هو هون هيو هناك. اذا كنت ميلي يعني اذا كاستر من هون تعمل كاست وتتخبى، ميلي اقتله بالطريقه اللي بتريحك. ليش قتلته من هون؟ لسبب. السبب الاول انه اذا انت قاتله كميلي انت حتوقف على شجره، فاحتمال انك توقع وتموت كثير كبير. السبب الثاني لو تطلع هناك قبالنا بالضبط في مكان وفي لوت، هذيك عباره عن دنجن ثانيه، فلو انت فتت هذيك الدنجن وهذا كان موجود مش حتعرف تكمل الطريق من هون، فافضل شيء انك تقتله عن بعد. anyway ناخذ اللوت فوت هون. هون وردتين، واحدة هاي الثانية. رون 5 وورمن ستون، كمان رون 5.
يعني مش المفروض نتغلب صراحة، بس كونه هي عبارة عن تو بوسز اومن كيلر ووردة، بس جاست ان كيس يعني. والله ما هو مستاهل كنت اعمل هذا الحكي كله. anyway قتلناه، خلينا نرجع هون اقرب. اوكي نروح على الماركر الثاني. هلا المكان اللي رايحينه متذكرين لما كنا نعمل الكويست لاين تاع راني، كان في ام بي سي اسمه سيليفاس. سيليفاس هذا كان بس للتذكير كان موجود في هذا التور، هاي اسمه اصلا سيليفاس رايز. هذا الزلمه كان في عنده كويست لاين، الكويست لاين هذا بقول لك في ايتم بده اياك تجيب له اياها، لما تجيبها اللي راح يصير راح تحاول انه يحول راني لفوبيد. انتم متذكرين هو كان في عنده ناس حابسهم تحت الارض، وهذول الناس عباره عن زي العاب هو بيتحكم فيهم، فعشان يقدر يتحكم فيهم بده ايتم، وهو هدفه كان بده يتحكم براني. فالايتم هاي موجوده هون اللي هي هاي امبر ستار لايت شوب. هلا هاي لو ما خلصت كويست راني، احنا هون خلصنا، بس لو انت ما خلصته بدك تعمل هذا الكويست راح تكمل معه، بس ما حيزبط معكم لسبب انها راني اقوى منكم، ولا حيصير انه راني راح تزعل وما راح تقدر تكمل الكويست لاين تاعها، فبالتالي ما راح تقدر تاخذ الاندينج تاعتها. والشيء الوحيد اللي راح تاخذه منه عباره عن تاليزمان تافهه زائد سمون جديد. السمون هذا هو عباره عن الدنج ايتر اللي احنا حكينا معه في بدايه الحلقه هاي، وكونك عملت السمون اخذت السمون تبع الدنج ايتر، فانت الاندينج تاعته ما راح تقدر تخلصها. فعشان هيك انا برايي الشخصي نوت وورث، بس اذا حاب انت تعملها اللي بامكانك تسويه تعملها، بتزعل راني خلص الكويست، بس تخلص الكويست بتروح وبتاخذ سيليستال ديو من عند التشيرش اوف باوز. هون كان في جولدن سيد احنا ماخذينها، سيليستال ديو من عند التشيرش اوف باوز عشان تكمل الكويست راني. هاي هي الطريقه الوحيده بس اللي ممكن تعملها مع بعض. دبل كيل. anyway بنفس الوقت لو بدك تعمل الكويست خذ هذا اللوت، احنا جايين ناخذ هذا اللوت بس. نفس الوقت لو بدك تعمل هذا الكويست وانت ماشي معاي في الووك ثرو من الاول، اللي كان راح يصير انك احنا لهلا فعليا لو انت ماشي في نفس الترتيب اللي انا ماشي لهلا فعليا احنا ما قتلنا رادان. ليش؟ لانه اذا انت قتلت رادان بدون ما تحكي مع راني الكوست لاين تاعها راح يخرب anyway. ف ويتضمن او سوري، انت بمجرد ما تحكي مع راني وتوصل هاي المنطقه، اللي راح يصير هون انه رادان راح يبلش، فانت بالتالي كل اللوت اللي هون والبوس والشغلات اللي قتلناها هون ما راح تاخذها غير بعد لما تقتل رادان، which means انه ليفلك راح يكون نوعا ما اقل منه وحيغلبك. ف انا صراحه مش شايفها وورث انه اخرب اندينج، اضيع حالي اندينج وهيدن اندينج. والسيف الليجندري اللي بناخده لما نخلص الكويست لاين تبع راني اللي هو احنا بلزمنا للتروفي. فعشان هيك انا برايي الشخصي الموضوع مش ورث. اذا انت بدك تجيب البلاتينوم تروفي خلص الكويست لاين تبع راني واعمل سيليفاس في نيو جيم بلس، بالمره مش مستاهله. anyway عشان انا كنت عم بحكي، احنا بلشنا من هاي الجريس، طلعنا هون في عنا كان جولدن سيد احنا ماخذينه اوريدي. الكامب هذا في الثلاث الكبار وفي بيرفيومر بوتل اخذناها، واخر شيء هون في عنا لوت. من هون بدنا نمشي باتجاه الام بي سي
هاي انا بدي اشيلها، راحت خلص. لو بدي اروح دجاج الام بي سي كان لازم احولها داي تايم. يعني ارجع على الطريق وخليك ماشي معه. الام بي سي هذا واقف جنب المكان اللي اخذنا منه الماب. تمام، هذا اللي بيعلمنا الانكانتيشنز فعليا. اساله على النوبل ماسك. هلا لو ما لقيته هون راح تلاقيه في الراوند تيبل هول، روح احكي معه. طب خلص اسكت. لو ما كان هون روح على الراوند تيبل هول تلاقيه هناك. كمل المشي على الطريق هذا، راح نمشي جزء صغير من الكوست لاين تاعه هون. اخر شيء هون راح نوصل عند جسر اللي هو هون. صعب لما تروح هناك في حبه لوت هون، خلينا ناخذها. لمبو فليش ولا بنرجع الجسر. هون في الحجة غريبة الأطوار هاي، إذا بدك تحكي معها بتحكي لك القصة. في عنا ميرشنت. كوك بوك خده من عنده. ستون سورد كي دائما مش غلط يكون معانا. بدك تاخد هدول بإمكانك. النوتس ما في داعي، اوريدي حكينا عنهم. شغل الجريس لازم أحولها داي تايم. مورنينج. اوكي ناخذ هذا البورتل. البورتل هذا احنا كنا هون واخذنا على الجهه الثانيه هناك. هون شغله واحده بدنا نعملها على السريع، امشي لاخر شيء راح تلاقي ال جولدن ماسك اللي هو اللي قاعد بدور عليه الام بي سي هذاك. فبس تيجي هون راح تحكي معه، ما راح يحكي معك، راح يعطيك دوت دوت دوت. خذ الجريس من هون، ارجع على الجنكشن. اوكي على الام بي سي. احكي معه، راح تقول له انه انك لقيت الجولدن ماسك. المره الجاي راح يكون عنده. اخر شيء بدنا نعمله في الحلقه بدنا ننزل هون. هون في عنا كمان ام بي سي. الام بي سي هذا كثير زمان شفناه. بنخلص هون، بنخلص الكويست لاين تاعه. اذا متذكرين لما كنا في الاجيل ليك كان في عنا واحد عمل لنا انفيجن، بعدين اجى واحد ثاني ساعدنا، وحكيت لكم هذا الشخص عنده اكسترا لونج كاتانا للناس اللي بدها تلعب ديكستريتي. بنخلص الكويست لاين تاعه عشان تاخذها الكاتانا هاي، فهو هون جوا جوا التشيرش هاي. تيجي هون في حبه لوت. اوكي خد جوا احكي معه. ايوه الزلمه احكي معه راح يموت. تاخذ اللوت بعديها، خذ هاي سكرتير. استنى شوي راح ينعمل لنا انفيجن. الينورا اللي هي حبيبته اللي كان بستنى فيها هيها. اوكي ماتت، راح ناخذ منها
كتير هاي كتير كتير مهمة راح تساعدنا في بوس فايت حنوصله ليترون ناخذ السلاح تاعها. هيك خلصنا الكوست لاين تاعه. شغلة أخيرة هون بتنعمل اللي هي في انمي هون بنعمل سبون واحد من جماعة السانجوين ما بيعطيك أي شيء وما عنده دروب وما مش ريليتد لأي شيء بس كونه موجود فنقتله مش غلط. فالمفروض انت يعني لو رجعت هون بعدين هو يعمل سبون فكويت وارجع فوت يفترض انه يعمل سبون. اوكي كونه ما عمل سبون في هاي الحركة وور وارجع عليه. او زي ما تحكي بده وقت ليستوعب انه خلصنا الكويست واجا دوره يطلع فراح نقتل زي ما حكيت ما في داعي تقتل وما بيعطيك شيء بس مش واحد هو مرات طريق زي هدول اللي فيش داعي تقتله. هذا الزلمة بيعمل سبون نقتله. اوكي ايوه طلع عمل لي باري هات سوف سير عمل لي كمان باري وقتلني هات سوف كل الاحترام كل الاحترام بالاخير هذا يقتلني اذا ما والله ما بصير هذا الحكي. اوكي لا ولاده من ذلك عمل لي فاري مرتين هاي 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 اوسخ. وينك وينك سير تعال 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 خلنا نتفاهم. هات سوف شكرا. زي ما قلت لكم ما بيعطيك اي شيء ما بدك تقتله ما في داعي. anyway في الحلقة الجاي بدنا نخلص المنطقة هاي هيك وشمالا فخلينا نرجع على الجريس هاي. ان شاء الله استمتعتوا في هاي الحلقة. خلصنا جزء not bad من الالتس بلاتو. كان معكم جيمي. اذا عجبتكم الحلقة لايك وسبسكرايب واذا عندكم اي جيم حابين اعملكم موك ثرو عليها اكتبولي في الكومنتس. اشوفكم في الحلقة اللي جاي. سلام.